بسم الله وعلى بركة الله تعالى، شوط ختام الكيلوي لهذه الفترة المسائية لشوط الحقائق بكار على مسافة 2000 متر. هذه الانطلاقة تبدأ مشاهد الله عزاء مع المراكز الأولى ومع مقدمة هذا الشوط. مع مقدمة الشوط هناك أيضا مشاهد الله عزاء شعار سيد شنار بن محمد الهاجري شوق في المركز الأول، يليها مباشرة في ثاني المراكز، يليها في المركز الثاني جميلة الفيصل بن طالب المري اللي في المركز الثاني، نقلتنا إلى ثالث المراكز وأرى شعار سيد زبران بن محمد العجمي حامد رقم 26 الذيبة لزبران محمد العجمي في ثالث المراكز، نقلتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع هناك مياسة لماجد بن حرباش العتيبي اللي في رابع المراكز. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدنا الكرام اللي هي فدا لمحمد علي زايد المري في المركز الخامس. المركز السادس شعار سيد خميس بن شبيب الرمثان العجمي اللي هي حبيبة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، هذه نتيجتنا. الشوق يا ابو محمد، يا ابو محمد، والتوصية موجودة يا ابو محمد، ويا سلام يا سلام المرشحة القوية اذا شاركت بهذا الشوط. هكذا مشاهدين الاعزاء، شوق لشنار بن محمد الهاجري في مقدمة الشوط، مسيطرة كل السيطرة على المركز الاول. المركز الثاني مشاهدين الاعزاء هناك ايضا حامل رقم 86 الجميلة لفيصل بن طالب المري. المركز الثالث حامل رقم 80 اللي حاكمه لهادي بن محمد المري. في المركز الثالث المركز الرابع اللي ماجد بن حرباش العتيبي اللي هي مياسة. المركز الرابع او الخامس على سيد ابراهيم محمد العجمي، لكن نلحق بشوق. شوق مشاهدينا الاعزاء لشنار بن محمد الهاجري في مقدمة الشوط ومسيطرة كل السيطرة. وسلام يا ابو محمد، سلام سلام يا ابو محمد، سلام مشكور. ختام همسك بهذه الانطلاقة، بهذه المشاركة، هذه شوق بحفظ الله ورعايته، وخمسة اشواط ان شاء الله اذا استمرت على هذا الاداء. تهانينا والناموس وذكر الله يا جماعة، قولوا ما شاء الله خمسة اشواط بهذه الفترة المسائية لهذا اليوم. تهانينا لشنار محمد الهاجري على فوز شوق في المركز الاول بالفعل، شوق التي حصلت على المركز الاول. المركز الثاني لهادي محمد المري، المركز الثالث محمد بن طالب او فيصل بن طالب المري، وكان الدخول جماعي مشاهدي الاعزاء. تهانينا للسيد شنار محمد الهاجري على فوز، نوايا وشوق ومزاحه وتمام، وايضا لو تعطيني ابو زبران ايضا بالفعل مشاركه قويه لشنار محمد الهاجري حصوله على خمسه اشواط اليوم لهذه الفتره المسائيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، انجاز قوي لهذا اليوم. اذا مشاهدي الاعزاء استودعكم الله بالاشواط القادمه، والسلام من الله.